يرون ضرورة استغلال حادثة الحدود لتصعيد الأمور. إلى أي مدى يكون التصعيد؟ وكيف يتم تغيير اتفاقية كامب ديفيد؟ هنا في مصر؟ نعم، ولكن هي الاتفاقية طبعا ما نقدرش ان احنا نغيرها في الوقت الحالي، يعني عشان بس نكون صراحة شوية، ولكن في هناك امور لابد ان تتخذها الحكومة المصرية، لان هذا عمد وتعمد في قتل الجنود المصريين، وقال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فلابد يعني من اتخاذ موقف حاسم عاجلا. ما هي الاجراءات تحديدا؟ يعني اول حاجه على الاقل يعني طرد السفير المصري وسحب السفير المصري السفير الاسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من اسرائيل. يعني هذه يعني خطوه لابد من اتخاذها. شكرا.